تم تجهيز إكسبيديشن بالعديد من الميزات المصممة لجعل الحياة أكثر راحة لك ولركابك. تخصيص شاشة العدادات. يمكن تخصيص مجموعة الأدوات لتناسب ما تفضل. يمنحك ماي فيو وصولاً سهلاً إلى الشاشات المخصصة عندما تحتاج إليها. يوفر لك إنشاء هذه الاختصارات من البحث في قوائم الإعدادات للحصول على شاشة. لإعداد ماي فيو، اضغط على زر القائمة على عجلة القيادة، ثم قم بالتبديل لأعلى ولأسفل باستخدام زر موافق لتحديد ماي فيو متبوعاً بتكوين ماي فيو. يمكن تعديل المقاعد الأمامية كهربائياً باستخدام أزرار التحكم الموجودة على اللوحة الخارجية في قاعدة المقعد. يمكن ضبط عجلة القيادة كهربائياً باستخدام لوحة التحكم الموجودة في عمود التوجيه، كما أن أدوات التحكم في المرايا الجانبية موجودة على لوحة باب السائق. يمكنك ضبط موضع الدواسة باستخدام هذا المفتاح على الجانب الأيسر من عمود التوجيه أو في لوحة العدادات. بمجرد ضبط مقعدك وعجلة القيادة والمرايا الكهربائية والدواسات القابلة للتعديل كهربائياً حسب رغبتك، يمكنك تخزين إعداداتك في أحد أزرار وظائف الذاكرة الثلاثة الموجودة على باب السائق. يعد حفظ إعداد مسبق أمراً سهلاً، ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على زر الضبط المسبق المفضل حتى تسمع نغمة واحدة. لاستدعاء الإعدادات الخاصة بك، ما عليك سوى الضغط على الزر المحدد مسبقاً وتحريره. يسمح لك الشاحن اللاسلكي بشحن الأجهزة المتوافقة مع البقاء متصلاً بنظام سينك فور. منطقة الشحن في الكونسول المركزي أو في حاوية الوسائط أسفل لوحة العدادات. لشحن جهازك، ما عليك سوى وضعه في منتصف سطح الشحن بحيث يكون جانب الشحن لأسفل. قد تؤثر بعض الحافظات أو الأغطية على عملية الشحن، لذا قد تحتاج إلى إزالتها. المقاعد الخلفية. يمكن طي مقاعد الصف الثاني والثالث وتخزينها في عدد من الطرق المختلفة، مما يمنحك مساحة أكبر للركاب والبضائع. يمكن تشغيل المقاعد القابلة للطي كهربائياً من لوحة الأزرار داخل الفتحة الخلفية. إذا كانت سيارتك مزودة بثلاث مقاعد في الصف الأوسط، فيمكن خفض كل منها ورفعها بالضغط على زر مخصص على اللوحة. الصف الثالث مقسم بنسبة 40 إلى 60. يمكن طي كلا الجانبين ورفعهما معاً، ولكل جانب أيضاً زره الخاص. أصبح الوصول إلى الصف الثالث أسهل مع إمالة مقاعد الصف الثاني وإزاحة المقاعد الخارجية في إكسبيديشن. لتشغيلها، اسحب الرافعة الموجودة في الجزء العلوي من مسند الظهر لأعلى أولاً. قم بإمالة المقعد بالكامل للأمام. حرك المقعد للأمام حتى يتوقف. لإعادة المقعد إلى موضعه الأصلي، ما عليك سوى تحريك المقعد للخلف أثناء السحب لأسفل على مسند ظهر المقعد حتى يتم تعشيق المزلاج بالكامل. مع وجود المفتاح في جيبك أو حقيبتك، تفتح البوابة الخلفية بدون استخدام اليدين بركلة بالقدم أسفل المصد الخلفي. حركة واحدة فقط ستؤدي الحركة المعتمدة تحت وبعيداً عن مركز المصد الخلفي إلى تشغيل البوابة الخلفية. تحتوي حجرة الأمتعة على خطافات قابلة للطي في الألواح الجانبية ونقاط تثبيت على الأرض لتأمين شبكة للمساعدة في الحفاظ على الأشياء في مكانها. يمكن أيضاً استخدام أرضية تحميل حجرة الأمتعة القابلة للطي للوصول إلى حجرة التخزين، وهي مثالية للأغراض الفوضوية، أو استخدامها كحاجز خلفي أو تكييفها لإنشاء رف حمولة خلف مقاعد الصف الثالث. تسمح لك لوحة مفاتيح الدخول بدون مفتاح بقفل وفتح سيارتك
باستخدام لوحة المفاتيح على طرف النافذة. توجد لوحة المفاتيح بالقرب من نافذة السائق وتضيء عند لمسها. أدخل الرمز المكون من 5 أرقام المعين في المصنع أو الرمز الشخصي الخاص بك لفتح السيارة، واضغط ببساطة على الرقمين السفليين لقفلها. السيارة آمنة كخزنة متنقلة، فهي مفيدة بشكل خاص إذا زرت الشاطئ أو الصحراء ولا تريد المخاطرة بفقدان مفاتيحك في الرمال. تم تصميم وهندسة فورد إكسبيديشن مع أخذ راحتك في الاعتبار، ونأمل أن تستمتع بكل ما تقدمه.